عسلامة ومرحبا بكم الناس الكل. الو كهربا استنيتوها برشا كيما وعدتكم باش نعمل ليست نتاعها والحمد لله اليوم باش نحكيو على الكهربا هذيا واللي هي لا نوفيل تويوتا اجيا الفيرسيون الشعبيه كيما قاعدين نشوفوا فيها قدامكم. شنو هي الكاركتيرستيك تاعها؟ شنو الفرق بينها هي وبالفيرسيون الاخرى؟ باش نحكيو على الاكستيريور للانتيريور وحتى الكومبورتمون تاعها في الكيس. نعم قبل ما نبداو الفيديو كالعاده كان تحب ترى كونتينيو كيف هكا اون كونساي قداش اي حاجه تخص عالم السيارات ما تنساش تعمل ابوني لك شين يوتيوب وكان تحب ترى توت لي نوفوتي اوتوموبيل تنساش تابعنا سو نوتر باج فيسبوك وانستغرام. كان تحب كانك انا نخلي لك انتروداكسيون تاع القناه كانك جديد. الوغ قبل ما نبداو نحكيو على الاكستيريور تاع الكهرباء علاش تويوتا صنعت الكهرباء هذيا. دونك تويوتا كي تصنع في الكهرباء هذيا عملتها بشراكه مع شركه دايهاتسو. شركه دايهاتسو هي الفيليال تاع تويوتا في اندونيسيا. باهي جات حبت تعملها في اطار برنامج اسمه برنامج اسمه بالابريفياسيون LCGC. LCGC واللي هو اسمه لو كوست جرين كار. دونك لو كوست كهرباء باقل كاليتي ممكنه، جرين كار الكهرباء الاقتصاديه اللي ما عندها ايميسيون تاع CO2 ضعيفه برشا. دونك وكي عملوا وكي جاوا في البرنامج هذيا بداو بالتويوتا اجيا هذيا. دونك الكهرباء هذي باش تلقاها موجوده في عده اسواق، مثلا في اندونيسيا باش تلقاها اسم دايهاتسو ايلا، في تونس وفي امريكا لاتين وفي جنوب افريقيا باش تلقاها باسم تويوتا اجيا، وفي فيتنام وفي الفلبين باش تلقاها باسم تويوتا ويغو. نفس الكهرباء نفس الشاسي كلك شانجمون كل سوق وشنو هي لو بيزوان تاعو فكر لي شانجمون هذاكم. دونك هذه هي كيفاش صنعوا الكهرباء. قبل ما نحكيو على ديتاي وكل، اول حاجه كي نغزروا الكهرباء اول حاجه فيرست امبريشن باش تجيك كاينه لوك سبورتيف. بالرسمي الكهرباء مزيانه من قدام بصراحه، عندها لوك سبورتيف برشا، لوك شبابي. هذا تويوتا شنو حابه توصل له؟ هي تويوتا علاش عملتها؟ عملتها باش تكون كهرباء كيما قلت لك لو كوست وباش تكون كهرباء شبابيه. ديجا سميتها هي دايهاتسو سميتها سيتي كار. اش معناتها سيتي كار؟ معناتها سياره المدينه. تنزيد نحكيو على هذا اكثر بالتفصيل في وسط الفيديو. دونك كيما قلت لك لوك مزيان برشا، اما شنو هي الانكونفينيون في الحكايه هذه؟ الانكونفينيون انه ديزاين صحيح مزيان اما قديم. هذا هو الانكونفينيون اللي انا لاحظته في الكهرباء بطبيعة، هذا رايي انا. دونك اللي لاحظته انه قديم ماهوش مودرن، مانيش في 2021 في الكهرباء هذه ولا حتى في 2020 ولا حتى 2019. دايوغ نرجع شويه، الكهرباء صار لونسمون تاعها في 2012، الرستيلاج هذا اللي ترافيه قدامك صار ما بين 2017 و2019، 2017 رستيلاج قويين، 2019 كلك رستيلاج صغار باش وصلت جاتنا لتونس. باه كيما قلت لك الديزاين من قدام مزيان برشا شبابي سبورتيف وكل، اما قديم، وهذا اللي باش يخليك انك كنت تاخذ الكهرباء هذيا بعد 3-4 سنين باش تولي تحس روحك عندك كهرباء قديمه. ماهيش بون نجمك انت ما يكون لك انكونفينيون ليك انت، ما يهمكش، فما عباد تحب كل ديما تكون اجور مع لي كونسيبت نتاع الديزاين تاع الكهرباء. ندخل شويه في التفاصيل، نلقاو لي فار من قدام كيما قلت لك مزيانين، ديريكسيونيل فيهم ضرب تلاد من اللوطا، عاديين، ما كانوش قبل هكا، هذيا حاجات اللي صاروا في الاستيلاج، هذيا لونتي برويار في الشعبيه يتزاد اون اكسسوار، معناتها البروبريتير نتاع الكهرباء زادوا اون اكسسوار، نجم تزيدوا اون اكسسوار. من قدام نلقاو الكالندر فيه اللاكي. يحمل ليدونتيتي نتاع تويوتا بالطبيعه، اون فان 30 سيتون تويوتا، صحيح دايهاتسو كل ما نفس الحكايه. على فكره نرجع شويه، الكهرباء هذيا مصنوعه والديزاين تاعها معمول في ماليزيا، في ماليزيا عند شركه بيروديا، وزادت تخدم مع تويوتا دايهاتسو. دونك الكهرباء هذيا معموله من شركه، الديزاين تاعها معمول في ماليزيا وتتصنع في اندونيسيا. باهي كيما قلت لك من قدام الكالندر فيه لاكي مزيانه كل، اما كيما قلت لك الكونسيبسيون الاصل الكونسيبسيون نتاع الكروسه قديمه شويه. باهي نلقاو سيكل تويوتا معمول كرومي كيما قاعدين تشوفوا فيه. باهي هذا هو بريسك مقدم تاع الكهرباء. باهي نتعداو للجناب تاع الكهرباء، من جناب تاع الكهرباء نلقاو حاجه اللي عجبتني كهي فيرسيون شعبيه فيها لي جونت اون الومنيوم، لونها محلاه كيما قلت لك لوك سبورتيف بالكدا. لي جونت المقياس تاع العجله تاعها بار 14، لي ريتروفيزور الحقيقه كونسيبسيون ما عجبتنيش بالكل، دايوغ برشا تقلقوا منها، ما فيهاش لي كلينيتون انتغري. بالنسبه لهنا لي بوانيي نفس اللون تاع الكهرباء، مي
كيما قاعدين تشوفوا فيهم تظهر لكم اون باراليل اي سون اي نو سون با مودرن الحقيقه باه ما فهميش باكيت كرومي فيها دي ليني برشا على جنب طولها 3.66 واللومباتمون تاعها 2.45 متر 2.45 هذا اللي باش يخلينا نستكشفوا حكايه في الانتيريور برشا عباد بهتمنا تبعت نقول لكم عليها باهي. هذا بالنسبه للجناب تاع الكهرباء. وقعد معنا خلينا نحكيوا على التليني نتاعها. التليني تاع الكهرباء ونكملوا معاه كيما قلت لك كيما هنا من قدام دونك نفس الحكايه في نعاودوا نراوها من تالي اللي تخيزه تيغونت مزيان برشا اللي فهمتوها تاعها مزيانين برشا رغم اللي دوب ما صرفوش عليهم برشا فيها الرادار دو ريكول باراشوك زاد فيه اللي توش هذوما محلاهم يعجبوني برشا يعطيوها لوك سبورتيف يحسوك انت في كهرباء رياضيه الوغ كو تنقصها برشا حاجات كيما قلت لك فيها رادار دو ريكول دو كابتور فيها لي سبيغلاس من تالي سيجل تويوتا كيما من قدام معمول بالكبير كرومي ما عجبتنيش كيفاش حكايه بواني جايه وحدها دونك تنجم تكون معرضه لسرقه اكثر سورتو اللي ما فيهاش لونتي ديماراج الكترونيك دونك انا كونفينيون الحقيقه لازم يتحط ان كونسيدراسيون سيناتور اجيا او دونك هذا هو بالنسبه للتليني تاع الكهرباء دونك قول قاي توا علاش عملوها الكهرباء هذيا دونك تويوتا علاش حابه تعملها الكهرباء هذيا عندها الياريس سودان عندها برشا موديلات تويوتا معروفه بالكابيليتي نتاعها دونك تويوتا هذيا عملتها باش تحقق لو بيزوان تاع السوق الاندونيسي دونك هاك علاش الكهرباء قلت لك مصنوعه في اندونيسيا دونك هما يحبوا على الكهرباء هذيك ما يهمهمش الكاليتي بقى الكاليتي موتور بالبويسونس هذيك باش نحكيوها في اخر الفيديو هاك علاش سميوها سياره المدينه دونك وهي تو جاتنا لتونس حتى في تونس زاد نستحقوا البزوان هذا دايوغ كي جات برشا عباد يحبوا عليها دونك وقبل ما نكملوا شكون هم لي كونكورونت تاع الكهرباء هذيا دونك شو علاش نقول لك لي كونكورونت على خاطر انت كي تحب تجي تشريها مش باش تقول لي هذه ولا كيا ريو هذه ولا تويوتا كورولا لا سي با سا دونك الكراه بيتحطوا ضمن دي كاتيجوري دونك الكاتيجوري هذه اسمها الميني سيتادين دونك طولها كاتيجوري تصنفها برابور على الطول تاع الكهرباء والجاباري وكل باهي لي كونكورون تاع الكهرباء هذيا هما الكيا بيكانتو الفيات باندا ميتسوبيشي ميراج الهيونداي جراند ايديس نيوس اما جوست نيوس الاخرانيه الفيرسيون الهنديه اطول من هذه اطول من هذه بشويه دونك تبدلها شويه بركه وهذو هما بريسك معناتها فيات باندا كيا بيكانتو هيونداي جراند ايديس هذوما ابرز ونساو الزاد عاد الكهرباء اللي تشبه لها على الاخر واللي عملت لها كومباريزون مع هذه واللي هي السوزوكي سيلاريو حكيت عليها زاد كانت تحب تفرج في الفيديو هي والهيونداي حتى من الهيونداي حكيت عليها دونك ان شاء الله باش نغطيو لي فواتير بوبيلار الكل ان شاء الله ونوفروهم الكل ان شاء الله توا باش نحكيو على الانتيريور تاع الكهرباء باهي الكوفر تاعها دونك نحلوه يتحل بالتيري من داخل وفما كالعاده كيما قلت لك السيريور من غادي دونك فيه هذه السيبور هذا تحط عليه رانجمون باه نطلعوه شويه لهنا شنقى فماش لا 12 فولت لا كروشي لا حتى شيء روت سكور تاعها هكا باركاتور 175 65 قالت كيما العشاء اللي راكبين في الكهرباء وكا دونك لي اكسسوار اكيد راهو فيها اما جوست ما مشوش جديدين تو في الكهرباء هذه دونك هذا هو بالنسبه للكوفر تاع الكهرباء الكوفر يعمل حكايه اتوخي كيكا 260 متر ان شاء الله نكون ما غلطش كان غلطت طبعا نحطها لكم خاطر نسيت قداش الفوليوم تاع الكوفر نتاعها حتى الكونسيبسيون نتاعو اللي تري بازيك تلقى تشوفوا فيها السرير منها معريه دونك كيما قلت لك راهو ما حبوش يتبعوا عليها برشا حبوها تادي الغرض نتاعها واللي هو دور في وسط المدينه تهز الصغيرات المدرسه هذاك هو لا اكثر لا اقل تنزيد نحكيوا على هذا اكثر في السيغوتي دونك كيما تشوف الكونسيبسيون نتاعو عجبتني لهنا على الاقل مغلفه هذوما اللي زامورتيستور نتاعو هذا هو مثلا بالنسبه للكوفر تاع الكهرباء خلينا نتعداو تو البونكيت نحكيوا عليها الوغ نطلع في الكهرباء شنقى دوما نحلوا الباب اول حاجه لاحظوها اللي البلاستيك هذايا ياسر مداني الغادي دونك هذا ومعها كلومباتمون اللي حكيت لكم عليه 2.45 شنو باش يخلينا نعملوا باش يخلينا نلقاو باش يخلينا نلقاو انه كي نطلع في الكهرباء يعني بدي بهت قريت الزافيه نتاع العباد وتو هاني طلعت فيها اول مره معاكم دونك اللي نطلع في الكهرباء شنو نحسها كبيره فريمون اوزر لنا مثال العلو مثال لهنا راسي دونك طولي حكيت 1.76 هكاك 1.75 دونك العلو سافا على الاخر هذايا الكرسي محدد على حسب الكوندكتور تاع الكهرباء دونك سافا رغم اللي راهو شفت راهو هكا راهي هي كسوه هذي احنا نرجعوه توا الفرن نتاعو تفرج قداه دونك هذي الحاجة اللي غاس الومباتمون وزاد غاس حتى على البلاستيك اللي لاصق قداه دونك حتى كان تركب عباد ثلاث عباد حتى كان فيهم واحد ولا زوج صحتهم ماهمش يلقاو صعوبة كبيرة الوغ كو ماهيش فاميليال خلينا نوضحوا الحكاية هذي ماهيش فاميليال الكهرباء كهرباء ديستيني جون أكثر من أنها تكون فامي كونتر بورت بلاستيك تاعها الحقيقة مرخوف شوية لو انا عملت هكا يدي دخلت شويه معاه
شو اسمه ما فماش غلاف هوني توتي اون بلاستيك. حاجه اللي عجبتني فما رونجمون، رونجمون يتحط في دبوزه، اما ما تحطش في دبوزه يترا ونص. هاكا تحب تجربها مثال، هذه دبوزه يترا ونص ما تحطش، دونك تدخل كان بالسيف هكايا وتبقى البرد، دونك تقلقك انت. حتى دبوزه نص يترا سي حاجه باهيه برشا، لهنا رونجمون صغير تحط فيه فلوس براسلي حاجه كيكة ما اكثرش. انوت بالور دونك هذا هم فما سيناتور تويوتا، هذه حاجه ما يستناوهاش من سياره شعبيه. هذا هو معناته بالنسبه للكذا. بالنسبه للمنتالي خلينا نجربوا معاكم البلاصه الوسطانيه. البلاصه الوسطانيه ماهيش خايبه، ماهيش خايبه ابار تونيل طلع شويه، وهذه حاجه ميكانيك ماهيش حاجه هما طلعوها هكاكا، دونك ماهيش خايبه حتى في الواحد. حتى في العلو عجبتني برشا، لهنا فماش وين تحط يدك، فيها تروا روبوستات، روبوست دروا روبوستات باهيين برشا، حتى كي يطلعوا حتى كانك طويل شويه تنجم تحط راسك وكل. هذا هو معناتها بالنسبه للتنين تاع الكهرباء. نلقاو لهنا امتي رونجمون تاع دبوزه، ميم حتى ما يزازيش حتى دبوزه يترونس على غالب، دونك حبيت لو كان كبروا شويه زازي دبوزه صغيره. لي سنتور موجودين لوحدين، وبالنسبه للفيكساسيون ايزوفيكس موجوده زاده. الفيتر الكتريك من تالي بالطبيعه ماهوش اوتوماتيك، الكتريك اقعد انزل عليه لين يهبط الكل. باه اقعد معنا تو خلينا نطلع من قدام نزيدو نحكيو اكثر على ليزوبسيون الاخرين تاع الكهرباء. باه اتونا نحكيو على البارتي القداميه تاع الكهرباء. دونك قبل ما نكملو خلينا نوريكم مفتاح تاع الكهرباء، هذا هو وزي المفتاح زاد الاخر راكم كنتو عليه السيكل تاع تويوتا، ما فيهش لونتي ديماراج الكترونيك، ما فيه زاد الفيرميتور ا ديستانس. باه اول ما نطلعو في الكهرباء لهنا في الكونتر بورت على الاقل افونتاجو على اللي وراني نقل التالي نقاول لهنا فما شويه غلاف، اما وراها طول بلاستيك، دونك هو بلاستيك غلفوه طول ها كان مسوه نسمع صوت البلاستيك، الباقي كله بلاستيك ها البلاستيك. حتى كي سالت البروبريتير تاع الكهرباء شنو اللي قلقك في الانتيريور قال لي البلاستيك، دونك فيها برشا بلاستيك الكهرباء. تقول لي ديور، نقول لك ماهوش ديور البلاستيك اللي فيها. الرونجمون تاع الكهرباء لهنا يمكن يكفي دبوزه يترونس، الباقي رونجمون واسع بارابور على التاليني. او بارلور الريتروفيزور ماهمش ماهمش الكتريك الريتروفيزور، الكات فيتر الكتريك، هذايا نتاع الكوندكتور الي اوتوماتيك، دونك نحطو كونتاكت، كونتاكت في الطلوع ماهوش اوتوماتيك، في الهبوط اوتوماتيك. هذايا نتاع سيكيوريتي اونفون على الاقل فما حاجة تاع سيكيوريتي تصلح، واللي هي نتاع من تالي باش شبابك معاش يهبطوهم الصغار من تالي. البوانيي من داخل كخومي حاجة باهية ماهيش خايبة، معروفين بهم هذوما لي زازياتيك وكل. لهنا هذايا هذا ماهوش انغونجمون، هذايا كي تحب تعمل دياغنوستيك الكهرباء تحب تعمل تفقيدة على شو اسمه لي بان اللي موجودين في الكهرباء، دونك هذه تاع ديجيفراج تاع اليونيت. لهنا اكيد راه فما ديزوبسيون، اكيد مادام لهنا فما بلاصة فارغة. نجيو لهنا عاد معروفين هذوما، هذيا تاع المال السياج لا ريغلاج لومبير لا حتى شيء، يقدم وكاهو هذيك هي، وهذيا تاع ريغلاج تاع دوسي اكيد. هذه لهنا اعطاك التاير بريشر واللي هي نتاع البريسيون دي بنو، وهذه النيميرو شاسي نتاع الكهرباء والتيب نتاعها، هذه مهم برشا انت هذه ما لازمش تنحم الكهرباء. باه باش نحكيو توا على كملوا مع الانتيريور. بالنسبه للفولون القدامي ديزاين تاعو قديم الحقيقه، نشوف لهنا فما ايرباك، فما ايرباك فرونتو هذوما صاروا في كاروستيلا تاع 2017 ظهر لي، ماهوش ملتي فونكسيون في الفيرسيون اللي ماهيش شعبية ملتي فونكسيون. دايوغ هما برشا فروقات ما بينها هي والماهي الشعبية، أهم فرق حسيت وأهم فرق حبيته هي الموتور، الحمد لله كيما في الماهي الشعبية الموتور قوي شوية. باهي لهنا عندنا دو كوميتاتور، هذيا نتاع لي فو وهذيا نتاع لي سوي كلاس. حاجة أخرى زادة توا اكتشفتها معاكم، الفولون ماهوش ريغرابل لا اون اوتور لا اون بروفوندور. باه نكملوا مع ليزيكيبمون اللي في الكهرباء، هذه راهي كيسو ماشي نتاعها، هذه كيسو مركب لها البروبريتير تاعها. البواد دو رونجمون هذه ماهيش خايبه، وي تفي بالغرض تحط فيها رونجمون، راكم تشوفوا فيها دي رونجمون. التابلت بور راكم فيها ايرباك هوني، ايرباك فرونتال ودي ايرباك تاع الكوندكتور. الكليماتيزاسيون ديزاين تاعو زاد قديم برشا، في حتى الريغلاج هذا عرفتوه القديم، دونك هذا نفكر ريتو في تويوتا كورولا تاع 98. اي سي معناتها هذاك كلمة زر عادي على الاخر مانيوال 4 فيتيس، دي البوات فيتيس تاعها. دونك نحاول نوريكم لي رابور تاع الكهرباء، ها هما
بوات 5 بتبيع، وفي البوات اوتوماتيك تولي بوات ا 4 فيتيس. نرجعها. هذه ما نعرفش اسكو متاخذه مع الكهرباء، لا هذه ماهيش تاع الكهرباء هذه وحدها، دونك وفيها دو بورت كوبلي ماهمش خايبين، على الاقل باش واحد يلقى وين يحط. هذه ان رونجمون زاد تحط فيه فلوس ولا كارت، وهذه ان بريز 12 فولت تحط تشارجي تليفونك، على الاقل فما شويه كونيكتيفيتي في الكهرباء زاد. هذه بوست يعطيوه لك هما الكونسيسيونير تويوتا كي تخرجها، دونك بوست ستاندار يفي بالغرض، فيه البلوتوث وفيه اليو اس بي، لان فيه اليو اس بي وفيه حتى من اللوكس. دونك البلوتوث ظهر لي ما فيهوش، سامعوني ظهر لي ما فيهوش البلوتوث. باهي الحاجه اللي عجبتني شويه في ليزيلاتور انه فيها مامتي كروماج هكايا، حتى لهنا كي بداو مدورين فيها مامتي كروماج، دونك على الاقل شوي زينوا الكهرباء شويه كي تغزر لها ما تفدش. باهي هذا هو معناتها بالنسبه للانتيريور، فما شكل الحاجه الكبيره باش نحكيو عليها. لهنا هاكا تشوفوا البلافونيه ديزاين تاعهم كيفاه، دونك هكا اوف هكا دور دور، معناتها كي يتحل البيبان وقتها هي تولي تحل، وهكا اون ديما اون ما لا يهم ولا في بيبان لا شيء. هاكا تشوفوا الديزاين تاعو، بلافونيه واحد في الكهرباء، ما فما حتى وحده باش تحط يديك، حتى وحده في الكهرباء وين باش تحط يديك. لهنا على الاقل لقينا ميروار دو كورتوازي، نشوف فيها قدامك، دونك مانيش قاعد نحكي في حاجه من مخي كيك. دونك فيها زاد حاجات باهيين تنزيدو نحكيو، قاعدين نحكيو عليهم اون باراليل. هذا هو معناتها بالنسبه للانتيريور. نوريكم لهنا الانسترومونتاسيون، باهي توا نوريكم الانسترومونتاسيون تاع الكهرباء قبل ما نحطوا كونتاكت. لهنا تلقاو على اليسار نلقاو الكونتور، في الوسط جاي ماخو بلاصه كبيره الكونتور، وعلى جنب نلقاو ان بتيت اكران فيه كيلكو انفورماسيون يوتيل لازم تاع لافام على الكهرباء، والفوق هما بالطبيعه لي بلافوني لي سمحوني لي تيموان. باهي نحطوا كونتاكت، فيها لابيس، باهي بالنسبه للسيكوريتي فيها لابيس ايرباك فرونتو كاهو. لهنا هاك تاع ليسونس، لهنا نتاع قداش ماشيه الكهرباء، كهرباء جديده، ولهنا نتاع الوقت. هذه اودو تريب ديس، باهي لهنا كي نجي نبدلو ما فما شيء، نبدل من هنا، نبدل من هنا، دونك تريب ا تريب بي، رينج، قداش مازال يوصل ليسونس هاكم تشوفوا، دونك لهنا 5 شلط 306 كيلومتر، دونك ايكو اون فيها الموديكو، بون حاجه باهيه، اي حاجه باهيه برشا الحقيقه بالنسبه للكهرباء، دونك الموديكو هاكا تشعل خضرا كي تسوق ايكو. وفيها تريب ا تريب بي كيما قلت لك، دونك الرينج نتاعها. دونك هذا هو بالنسبه للانسترومونتاسيون نتاع الكهرباء. توا باش نتعداو نسوق الكهرباء ونحكيو على الكومبورتمون نتاعها في الكيس. يلا توا باش نبداو نحكيو على البارتي روت نتاع الكهرباء، نحكيو على الكومبورتمون نتاعها في الكيس كيما قلت في اول حلقه. نسينا ما حكيناش على الكليماتيزاسيون نتاع الكهرباء، خلينا نجربو شويه برك ما قدامكم ونشوف الكومبورتمون نتاعو، وبعد نكمل نحكيو على الموتوريزاسيون تاع الكهرباء. دونك حلو الجيراتور، خلينا نجربو تو الفيتيس حاتو في الدو. الحاجه اللي عجبتني فيه زعما برد، رغم اني قبيله ما كانش يخدم، دونك على فكره ما فماش الانديكاتور تاع السخانه هوني، وطبعا هكا قاعد يشعلي لهنا اللي انا في الموديكو، وكليماتيزور يبرد امور واضحه. حتى نسكر تو الكليماتيزور، باهي تو نبدا نزل شويه على الكهرباء. الحاجه اللي لاحظتها قبل ما نجي نصور الكهرباء، قريت الزافي نتاع العباد اللي يحكيو برشا اللي فما الحس في الموتور، دونك وانش جربها تو معاكم. تو حطيت تروازيان، الحقيقه الموتور يعيط شوي، العزل ماهوش مخدوم بالكدا، دونك هذا اللي لاحظته في الكهرباء وحكيت عليه حتى للبروبريتير نتاع الكهرباء. دونك العزل كيما قلت لك ماهوش مخدوم بالكدا، دونك اوف طوينا ننزل عليها طوينا دوزيام نعدي تروازيام الموتور ولا يعيط. قلت لك حكايه العزل ماهيش حاجه اللي خايبه، ماهيش حاجه سيني خايب على الموتوريزاسيون، مي تقلق شويه تو. انا مثلا صحيح مسكر التراديو، مي نسمع في حس الموتور عباره موتور قدامي قاعد يخدم، هذه حاجه اللي عجبتنيش. كان تسمع فيه صوت الموتور، فما حتى شيء قاعد يخدم، حتى الكليماتيزاسيون محطوط في الفيتيس الاولى، دونك حتى حس لايراسيون ما فماش. باهي نكملوا مع حكايه الموتوريزاسيون. باهي الموتور هذايا مصنوع من عند شركه بيرو ديا، وتابع على فامي وان كي ار نتاع تويوتا. وان كي ار هذه فامي نتاع لي موتور 3 سيلندر ا 3 بيستون لين. دونك الموتور هذا من الصفات نتاعو انه باه خلينا نحكيو ساعه كاركتيرستيك تكنيك نتاعو، دونك 1 لتر
68 69 تشوفوا دين 91 نيوتن متر كونسوماسيون ضعيفة على الاخر حتى بروبريتير تاع الكهرباء اكدي الحكايه دي تو ماشي 3000 دونك كونسوماسيون هايله برشا ونكمل نحكيو على الموتوريزاسيون قلت لك الموتور هذا تبع لافامي 1 كي ار و 1 كي ار دي فيها برشا دي تيب تاع موتوريزاسيون دونك ما بين التيب هذا تاع موتوريزاسيون هو ال 1 كي ار في اي في اي هذا نفسه الموتوريزاسيون دونك تشوفوا فيها تو فرون بوان ستابيليتي ماهيش خايبه دونك هذا تسمى رون بوان كبير قلت لك هذا الموتوريزاسيون نتاعها تبع فامي 1 كي اير التيب هذا هو اسمه هو الفي اي هو نفس الموتور اللي موجود في تويوتا لاجي القديمه وموجود في تويوتا ياريس البوبولير القديمه دونك هو نفسه جوست بدل حاجه بركة في النار بتاع البوليسيون واللي هي 1 اورو 4 و1 اورو 5 ابار سا نفس الحكايه قلت لك نكمل نحكيو على الكاركتيرستيك تاع الموتور الموتور ناجح بالكدا هو تبع تقنيه الكلاج دي سوباب تقنيه الفي في تي اي كان تعرفوها 3 سيلندر باه كما قلت لك البيسونس تاعو 68 شوفودين مي ماهوش خايب حسب تو ما شفت ابار الحس اللي فيه قاعد يجاوب مليح معناتها هو صحيح الموتور قاعد يجاوب وماهوش خايب الكوبل تاعو رغم اللي ضعيف اما قاعد يجاوب ها انا تو قاعد ننزل عليه قاعد يجاوب باهي ماهيش خايب رغم اللي الكليماتيزور يخدم والكهرباء مرزنا شويه نذكركم اللي ميزانها 800 كيلو خفيفة باهي الرابور بوا بيسونس ماهيش خايبة بالكل بالنسبة لل هذه راهي الفيرسيون عاد نذكر كي الفيرسيون الشعبية الفيرسيون اللي ماهيش شعبية فيها موتور اخر موتور ما اقوى هذاك هو هذيك هي الفيرسيون اللي نجمو نستعملوها اكثر في لي لون تراجي دونك هذه كيما قلت لك قبيلة في وسط الحلقة هذه فيرسيون سماتها تويوتا خاصة في الموتور هذا سيارة المدينة دونك سيارة المدينة اش معناتها؟ معناتها الكهرباء اللي ياخذها هذيا راه ماهوش يكون عنده فامي معناتها ماهوش شكل يعطي عنده فامي كبيره ويعمل دي لونتراجي ويحط عليها باجاج دونك كهرباء مخصصه للمدينه تهز بها صغار المكتب تقضي قضيتك في العاصمه كاين في المدينه مش حتى لازم في العاصمه بالذات اعطيتك اكزومبل وكهو هذيك هي هذيك هو حدها الحقيقه كونسوماسيون ما تاكلش كليماتيزور انا بدي استغربت منه قوي ماهوش خايب باهي معناتها ماهيش خايبه عليها معكم شوي تبديله تاع الرابور دي فيتيس هذا سلسه ماهيش شكل تعبك تو انا هاني في فيراج صغير الحقيقه ستابيليتي باهي برشا رغم اللي ما فيهاش لو اس بي حتى في الفيرسيون اللي ماهيش شعبيه ما فيهاش لو اس بي وكيما قلت لك هذه السياره اسمها سيتي كار تويوتا اطلق عليها لازم سيتي كار دونك سياره المدينه اللي موجهه كيما قلت لك للي بتي تخرجي هذوما اذا تحب انت عندك دي لون تخرجي وكل تولي الفيرسيون اللي ماهيش شعبيه تناسبك اكثر اذا انت انتريسي تويوتا بالطبيعه سينو فما دي موديل اخرين بالنسبه به لل شنو مازلنا باش نحكيو اخر دونك كونسوماسيون تاعها ضعيفه برشا باش تسالني مثلا شنو هي رايك في الكهرباء الحقيقه الكهرباء كيما قلت لك كانت توفر لي بوزوان تاعك وانت تمشي في المدينه وما عندكش شكل باجاج الكبير وما يقلقكش الحس هذايا خاطر كيما حكيت لك عليه قبيله دونك تكون ان بون شوا ماهيش خايبه وكان انت تحب ما اقوى عندك بارفوا دي لون تراجي تولي فيرسيون اذا انت انتريسي زاد بتويوتا تولي الفيرسيون الماهيش شعبيه تناسبك خاطر ذيك الموتور تاعها اكثر من 80 شوفودين نرجعوا الكاركتيرستيك تاع الموتور فيه التو دو كومبريسيون عالي دونك قوي في الكومبريسيون تاعو وشكون اللي عمل التقنيه هذه زاد عملتها مازدا مازدا زاد في سكاي اكتيف موتوراتها عملت سكاي اكتيف جي هذيك البرانسيب تاعها هو تقوي في الكومبريسيون نتاع الموتور دونك هاكا نكونوا بريس كملنا الفيديو نتاعنا كان عندك كهرباء مهما كانت معناتها جديدة ولا حتى قديمة شوي وتحب نجربوها بعديك كان تكلمنا في نوستو باج فيسبوك ولا انستغرام ولا حتى على نمرة تليفون ولا حتى على ايميل تلقاهم الكل في الديسكريبسيون لوتا الحقيقة جلوبالمون الكهرباء ماهيش خايبة اكسبتابل في زاد السوم تاعها خاطر أهم حاجة نرجعوا لها بعد ما نعرفوا كاركتيرستيك تاعنا والبزوان تاعنا زاد السوم كي تغزل السوم تاعها في الشعبية راهو مش في العادية في العادية السومه مش شكل رخيص برشا دونك في الشعبيه السومه باهي برشا دونك في السوم تاعها بارابور على هي شكون موجود في المارشي في السوم تاعها هي شكون موجود موجود هي سوزوكي سيلاريو سوزوكي سيلاريو نفس الكاليتي تاع البلاستيك بريسك معناتها ما هي شكلي ما هي شكلي خير منها ولا باش تفوتها ولا حكاية بريسك نفس الحكايه معناتها في سون فري
بالنسبة للديلي داتونت برشا عباد ساعات يسألوا على الديلي داتونت قداه، الحقيقة ما عندي حتى فكرة على الحكاية هذيك، خاطر معناتها الوحدين الأمور هذه الإدارية تخص قسم السيارات الشعبية، أما أبروكسيماتيفمون كي توا استيماتيفمون على حسب ذا بروبيتي تاع الكهرباء شنو يقول، حكاية 3 4 سنين هكاك. باهي خاطر الطلب برشا كيما قلت لك، الكهرباء دوما راهم كي جاو لتونس ماهمش جاو غلطة ولا حكاية. ديجا يوفروا يحقوا البزوان التونسي، خاطر التونسي شي يحبوا يحب كهرباء كصغرونه ما تكونسوميش، قطايع رخاص، اكسسوارات موجودين، وهذا هو الموجود في الكهرباء هذه. بون الاكسسوارات توا مش تقام بختوم زاد كي جات تونس، مي تويوتا في ماركة تويوتا ما تحيرش ماكسيموم عام اخر يبدو الاكسسوارات موجودين عباره يا ريس. بالنسبه للسيكيوريتي نتاع الكهرباء كيما قلت لك فيها لا بي اس ودوزر باك وكهو هذيك اونتي ديماراج الكترونيك ما فيهاش، والاي اس بي ما فيهاش، حتى في فيرسيون اللي ماهيش شعبيه زادا. بالنسبه للتيست كراش ما عادش هي تيست كراش، ماهيش على يورو ان سي ا بي، على ازيان ان سي ا بي واللي ماخذه فيه 4 توال، ماهيش خايبه التيست نتاعها ماهوش خايب. كنت ديجا عملت لها انا اون فيديو كومباراتيف بين هي وسوزوكي سيداريو قبل ما نجربها، دونك برشا فيكم قالوا لي ما تحكمش على الكهرباء هكاك وعلى خاطر مادام ما جربتهاش وكل، دونك وهذا هو جات الفرصه ان نجربوها وتنجم ترجع تتفرج في فيديو عملنا كومباريزون بين هي وسوزوكي سيليرو كي يجي خاطر يشبهوا لبعضهم على الاخر في برشا حاجات، لا في بويسونس لا في موتوريزاسيون لا في سوم زاده. هكا نكونوا كملنا الفيديو نتاعنا نتاع السي نتاع التويوتا اجيا، ان شاء الله تكون عجبتك الفيديو. كان استفدت حتى تعرف تستش تعمل ابوني للشين يوتيوب وتابعنا سي نوتخ باج فيسبوك وانستغرام ان شاء الله يوغا دوتخ بريزونتاسيون ودوتخ سي زيد في الانيمات القادمه، و تو نقول لك باي باي اوتوباسيون لا باسيون نوتخ موتور.